هنبدأ الأول بالحمام المحشي. هنعلق عليه، هنعمل مقاديره، ده الرز والبصل وحوايج الحمام والمادة الدهنية، زيت على سمنة وفلفل، بهارات، ملح، قرفة، جوزة الطيب. تمام، ده أساس حاجته. هنبدأ هعلق على البصلة بتاعته وبعديها هنعمل حط البصل على النار وندخل على الملوخيه. تشوحي يعني وكده صح؟ احنا بنحط لكل جوز حمام بياخد 170 جرام رز، يعني تقريبا كوبايه الا ربع. الماده الدهنيه بننزل بيها. انا بحب، في ناس بتحب تنزل بالبصله الاول وبعدين تنزل بالحوايج بتاعه الحمام. انا في طريقه تانية دي برضو انا بحبها، بتنزلي بيها الاول وبعدين تنزلي بالبصل عليها. تمام، احنا برضو هنولع على الملوخيه جنبها. على الشوربه اللي دي شوربه للملوخيه، ده شوربه حمام. تمام، يعني من افضل حاجه بتتعمل مع الحمام الشوربه الملوخيه. بنستفيد من شوربه الحمام ان احنا ممكن بنعمل عليها ملوخيه. ناس كتير بتحب الملوخيه بشوربه الحمام. كل جوز حمام بياخد بصلايه كبيره او بصلتين متوسطين. انا بقى اكتر حاجه بخاف اقف جنب البوتاجاز عشان بيقعد يطرطش. لا 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 هنسيطر عليه في ثانيه على طول. ماشي. هنا مسافه الشوربه ما بتغلي، بنكون البصله شغاله، تدبل بس البصله شويه وبعديها هننزل بالتوابل بتاعتها وننزل بالرز عليها. رز الحمام ما بيستويش سوى كامل. يعني بنحط الميه بتاعته يا دوبك ان هي تبقى في سوى الرز او مغطيه الرز بالظبط، عشان بنسويه نص سوى. تمام، كل ده احنا بنعمل لسه ايه في الرز اللي هو الرز اللي هيطلع بالشكل دوت، هو هيطلع في الاخر بنديله فرصه ان هو سوى يكمل سواه مع الحمام في الميه. هدي البصله وادي هنا دي الملوخيه. انت ايه ده على طول خطوات كده مع بعض؟ ايه السرعه ده يعني؟ علشان الوقت والله. بتخش المطبخ تعملي كل حاجه صح؟ وقت واحد ما شاء الله. بس حبيبتي لا خلاص، هي الشوكه كويسه عشان بنفكك الملوخيه. تمام، انت كده دي ملوخيه مجمده بتحطيها في الشوكه؟ لا لا لا، دي ملوخيه خضراء. انا ما بحبش الملوخيه المجمده خالص. مش بستعملهاش. ليها وقت وكده؟ لا ما تاخدش حاجه طالما غسلها ليها وقت. اوان يعني الموسم بتاعها هو شهر او شهر ونص بتختفي بيه في السنه، وبقيت السنه من شهر 12 وموجوده على طول. من شهر 12 كده بتختفي شهرين كده او بتظهر، ما بتبقاش بس حلو قوي. الملوخيه بقى بترجع بطعمها الحلو وبجودتها طول السنه موجوده. بس فانا بحبها وبفضلها على طول. تمام، نفككها. بنجهز هنا طاسه. انت هتعملي ممكن انا اعمل شهقه الملوخيه دي؟ لا، شهقه الملوخيه هسيبها لك طبعا. طيب ماشي. اكيد. انا هنا هنزل بالثوم والكزبره، في الثوم والكزبره في الزيت للطشه بتاعت الملوخيه. الملوخيه قدرتك بقى، ممكن بقى تحاول ايه بقى ايه تتولي الطشه. ماشي، احاول اسمها ايه اسيطر على مخاوفي. هنا الحمام هننزل بقى بالتوابل بتاعته، من النار. ملح وفلفل وبهارات. وانا بحب احط شويه قرفه على الرز بتاع الحمام، مش كميه كبيره بس حاجه بتدي ريحه. وجوزة الطيب طبعا لا يعلى عليها في الحمام. كل المكونات ديت بنقلبها مع بعضها، ريحه جميله. بنقلبها مع بعضها. هنا محتاجه بس شويه كده يعني زبده وزيت. طبعا الريحه بدات تطلع بقى بتاعت البصله هنا البصلة كمان هنا والتوابل هنا، وريحه المطبخ بقت هايله. احنا هنا بقى بعد ما بتدبل كل حاجه ببعضيها وريحه تبدا تطلع بتاعت التوابل، بننزل بالرز. هو بقى ده اللي بيدي طعم. يمكن هو بقى طريقه الرز بتاعتك دي اللي بتفرق. أيوة. حمام عن حمام صح؟ طبعا يعني التتبيله اللي التوابل، مجموعه التوابل ديت بتدي لون للرز وبتدي له ريحه، تخلي حبايه الرز تتشرب من التوابل دي كلها ويبقى فيه طعم. الطعم بقى بيظهر ولون مختلف بيظهر، ما يبقاش الرز ابيض ولا لونه فاتح. والتومه دي هتتحرق كده ولا ايه؟ لا لا تقلقيش، لسه شغاله معاكي. لا تقلقيش.
نفكك بس الملوخيه بس شويه. يا لهوي، مره زمان جدا، من مش عارفه كام سنه، 30 سنه ولا اكتر، حاولت اعمل ملوخيه، بعدين فجاه لقيناها الملوخيه كلها بقت تحت في قاع الحله، سقطت زي ما بيقولوا، وكلها شوربه. لا قلت طب انا ايه اللي خلاني افكر ان انا ادخل المطبخ؟ لا دي ليه، الملوخيه طريقتها بتبقى سهله جدا، بس ما تتغطاش، بس اهم شيء يعني احنا بعد ما نخلصها ما نغطيهاش، لان التغطيه دي اللي بتخليها انها تفقد السوائل، بتطلع لفوق والملوخيه بتبقى تحت. أوكي. فهي محتاج تتساب شويه لما تهدى، بس كده خلاص. حضرتك بقى اتفضلي بقى الطشه بقى بتاعتك. طيب عايزين نعرف بقى سر طشه الملوخيه دي، ايه قصتها اصلا؟ مش عارفه حضرتك انزلي بيها. بسم الله، استني ما اشوفها شقها ازاي، ما عنديش نفس اشهق والله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه برافو عليكي. واي واي، انا استاذنك بقى، بس كده بتبقى على الوش ولا بتقلب؟ إيه؟ لا لا بتاخد تقليب، انا بحبها كده. كده بقى الحركات زي المطعم بقى. بقى استني بقى، ايوه ترجعيها بقى ويلا. بسم الله الرحمن الرحيم، على مهلك. اوه ما شاء الله ما شاء الله، اديها تقليبه بس كده، نفس كده. حبيبتي بصي بقى هوريكي شكلها، هي هصبها قدامك حالا. بصي الواحد بقى يشوفك وانت بتطبخي يقول ده الطبخ ده طلع سهل يا ولاد، هو مش سهل خالص. بس كده ادي الملوخيه اهي، خلصنا دي. هنا حبيبه قلبي، ده الحمام بقى. الحمام بنبدا نحشي اصلا. إيه الحمام ده؟ الرز اللي هيبقى شكله النهائي كده. رز بالكبد بتاعت الحمام بالظبط، ده الشكل اللي هيطلع كده بعد ما نسويه نص تسويه. تمام ماشي. احنا الحمام ده بيبقى مغسول كويس جدا. الحمام بيحتاج معامله خاصه ورقيقه وهاديه، لان هو ما بيستحملش جلده. ولما بننضفه بنوسع هنا المنطقه دي كده علشان تبقى سهله علينا في الحشو، وتملى شكل الحماميه وتديها شكل ظريف. ونبدا نحشي واحده واحده، ميه بتغلي وبنقوم نازلين بالحمام في الحله، تكون الميه بتغلي كويس. الحمام بياخد على النار مجرد ما الميه غليت نص ساعه بالظبط. نص ساعه بتطلعيه هتلاقي سوى اللحم تمام وكل حاجه بقت مظبوطه. يهدى شويه وتقومي تبداي تحمريه. في ناس بتحب ان هي تدخله فرن، انا بحب احمره في نقطه زبده على زيت. وفي طريقه ظريفه، بس يستوي كده بمجرد التحمير؟ هو استوى كده خلاص في الشوربه. احنا دوت بنعمله لما نكون بقى ايه عايزين هنحمره بقى على ايدينا، يعني على هو مسلوق ده الحمام. ده مسلوق لسه اصلا؟ هيتسلق. لسه هينزل هو في الشوربه. تمام، خد بالك انا صفر، فبسالك ايه؟ لا لا. من اول بنبدا من اول الصفر هنا. انت بس غسلتيه، غسلته وبتحشيه دلوقتي، حشيناه والرز ده نص سوا زي ما شوف بالظبط، وبعد كده هنسلقه. هننزل بيه في ميه مجرد ما غلي نص ساعه بالظبط، ونطفي عليه، ما بنسيبوش اكتر من كده.